الهدف الأول لصالح فريق فتح ويسلان في الجولة الثانية. الهدف الأول يعني كما لاحظنا من قبل على أن المقابلة ستنتهي بالخشونة كم على ما بدأت عليه، لأن في الجولة الأولى لاحظنا هناك الخشونة وتوقف للمقابلة، وهنا انذار لفائدة فريق فتح ويسلان. هنا احتجاجات متتالية على الحكم وكذلك والهدف. لا 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 كنا نعتقد على ان الكره دخلت الشباك، لكن تهدر هذه الحمله كانت لفائده فريق شباب المحمديه لكنها تهدر. هناك ثلاثه لاعبين على الارض. نعم، معنا اللاعب الدولي واللاعب السابق لفريق النادي المكناسي حول المقابلة. يعني كيفاش كتفكرك هذه المقابلة؟ لا لا ماشي من ناحية المستوى ديالها الآن، ولكن من ناحية اللاعبين الذين أسسوا فريق الشباب المحمدية. ملي كنشوف الشباب المحمدية في هذه الظروف هذه وفي هذا الملعب وفي هذا القسم، كتأسف الواحد على مدينة بحال المكناس ولا بحال المحمدية اللي وصلت لهذا المستوى. هنا كنت أتكلم على إخوة فين شباب المحمدية اللي كتسمع فارس عسيلة بوطابوط الرعد كذلك، هذو كانوا تيتفرجوا الجمهور تيطلع يشوف هاد اللاعبين وكتعطي المنتخب. الآن اللاعبين هادو شبان، ولكن مستواهم ماشي في المستوى ديال الأسماء القديمة. نعم، هنا المثل اللي تيبقى فيها الحال هي بعض اللاعبين لا في نادي المكناسي لا في شباب المحمدية لا في السطات، تعرفوش داك القميص داك الاسم ديال داك الفريق اللي تيلعبوا فيه، خصهم يكونوا في المستوى ديال داك الفريق، ما يعتبروا بحال فريق عادي وتيبقاو هما عاديين. انا كنتمنى ان شاء الله باش لا المحمديه لا مكناس لا المدن اللي عطاو لاعبين المنتخب وعطاو فرق كبيره البطوله الوطنيه يعاودوا يرجعوا، لان هذه مسؤوليه المسؤولين على المدينه، لا اقتصاديين لا رياضيين لا سياسيين لا هذا كلهم يحموا بان هذه المدينه اللي عطاو فرق كبيره في كره القدم الوطنيه يعاود يراجعوا الاوراق ديالهم ويشجعوا الرياضه في كره القدم بالخصوص في هذه الميادين. كذلك نعيد دراسه الاوراق غدا ان شاء الله، سوف يرحل فريق النادي المكناسي خارج الديار. كيف ستكون هذه المقابلة خصوصا أنكم قريبين جدا إلى الفريق؟ الفريق خدا الثقة في نفس اللاعبين بداو تيثقوا في نفسهم، بين ثلاثة الانتصارات متابعين هذا تتسمى واحد السلسلة اللي ما خصش واحد يضيعها.
فزنا في الستاد في استاد ماروكو في الرباط، فزنا على الكاس في الكاس، فزنا على مرسيل. بعد المباراه ديال الريش مباراه صعيبه، المباراه اللي يمكن جات فواحد واحد الطريق ديال اما نكونوا من الاولين اما، ولهذا خصنا هذه المباراه ان شاء الله نتصرفوا فيها باش نخليو راسنا قراب الصداره، وغادي تزيد الثقه في الفريق لان الفريق تكون دابا ولا جيد افضل احسن، وهذا كله بالعمل التقني ديال الاداره التقنيه ديال عندنا وبالجمهور اللي تابع الفريق وعطاه ثقه بان راه جمهور وافي للفريق ديالو واخا يكون كما كان. وتنتمنى ان شاء الله باش الهدف ديال المدينه والهدف ديال النادي هو الصعود هذه السنه، وهذا الشيء اللي تنتمناه ان شاء الله. هذا كل المتمنيات ديال المشجعين وكذلك المكتب المؤقت المسير لفريق النادي المكناسي، نتمنى العوده بثلاثه نقاط. شكرا لك استاذ مدوش المنفتح دائما على الاعلام، شكرا لك، في امان الله. احضرك بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كيف جاء الفوز، خصوصا أنكم تلعبون مع فريق له تاريخ عريق، فريق فريق شباب محمدية، عندما يذكر شباب محمدية تذكر معه أسماء لامعة، كيف تعاملتم مع المقابلة، خصوصا أن المقابلة في أغلبها كانت جد متوسطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما شاف الجميع كانت المقابلة قوية الحمد لله، كنا رجعنا من واحد أربعة ديال الهزائم، الحمد لله استطعنا أننا نفوزوا، وبطبيعة الحال التعليمات ديال المدرب استطعنا أننا نفوزوا. المباراة كانت شوية صعيبة عندنا، كنا شوية ستريس حيت كنا جايين من أربعة ديال المقابلات، الحمد لله اليوم توفقنا. وكنبغي من هذا المنبر كنبغي نهني الدراري على هذا المجهود اللي قاموا به، وطبيعة الحال الجمهور اللي ساندنا طيلة 90 دقيقة. إذن إن شاء الله يعني الآن نقدروا نقولوا على أن فريق فتح ويسلان استعد القوة ديالو بعد الاحتكاك مع اللاعبين اللي شكلوا الفريق. إذن ما تبقى من المقابلات اللي هي كثيرة بطبيعة الحال، كيف كتشوفوا يعني المستوى ديال الفريق؟ وهذا السؤال بطبيعة الحال خصنا نطرحه على الحكم، لكنه الآن له التزامات نيابة عن المدرب. باقا إن شاء الله مقابلات، إن شاء الله نحاولوا نجريو ماتش بار ماتش إن شاء الله. هاد الفوز هذا غيعطينا واحد الشحنه معنويه ان شاء الله، غيخلينا نخدموا في واحد اريحيه، وكنتمنى ان شاء الله المقابلات الجايه ان شاء الله نكونوا احسن في هذا المستوى ان شاء الله، ونحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله اللي ترضي الجماهير ديالنا ان شاء الله. اذا هذا ما نتمناه لهذا الفريق الذي يمثل الحاضره الاسماعيليه مكناس رفقه فريق النادي المكناسي، والذي سوف يخوض غدا مقابله خارج مدينه مكناس. كل التالق للفرق الممثله للحاضره الاسماعيليه مكناس، شكرا لك على التالق. شكرا. هناك عوده للفريق خصوصا في هذه المقابله، رغم انها كانت متوسطه مع فريق العريق فريق شباب المحمديه، ماذا تقول على الملاحظات للجماهير المحبه لفريق فتح ويسلان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله تنشكروا الجماهير الاسلانيه، تنشكرهم جزيل الشكر على المسانده ديالهم للفريق، واخا الفريق كان في تحت الضغط وما سهلاش باش تخسر اربعه ديال المقابلات المتتاليه وترجع للمقابله، وهذا الشيء الحمد لله بمجهودات الجباره ديال المكتب المسير ولا الطاقم التقني ولا هذا، لان بغينا ندير واحد الحد لهذه الهزائم ديالي المتتاليه، وتنطلبوا من الله من هنا لقدام ان شاء الله غادي يكون
فريق اخر وتكون بعد الانسجام اللي حصل بين اللاعبين الجدد بين اللاعبين ولا الطاقم التقني ولا المكتب المسير ان شاء الله ما غادي يكون غير خير ان شاء الله. إذن هذا ما نتمنى، خصوصا ان فريق فتح ويسلان له مدرب من احسن المدربين في هذه في هذا القسم كذلك، ولاعبين لهم مكانتهم، نتمنى كل التالق. تنشكر جميع الطاقم التقني ككل، كلهم تيديروا الخدمه ديالهم وكلهم تيحضروا في الوقت ديال لونطريمون ديال اللاعبين ولا هذا، وتيشجعوا اللاعبين. راه كما شتي نتايا راه يشجعوا اللاعبين، وحنا كذلك كمكتب مسير حنا واقفين مع الفريق حتى الاخر الرماق ان شاء الله، حتى يكون الصعود الى قسم الصعود بحول الله، الصعود اما القسم الثاني او البطوله ان شاء الله مع السبعه الاولين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نكون نطلعوا من هنا ان شاء الله، تنقولها لك من هنا ان شاء الله تكون انطلاقه حقيقيه للفريق ونطلبوا من الله التيسير. نتمنى التيسير على هذه الابتسامه. احييكم، كان معكم مفيد جريدة في رحاب الجامعه ومثل قناه اخبار الثقافه العالميه من ملعب الخطاطيف بمدينه مكناس، حظ اوفر لفريق النادي المكناسي غدا ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله تنتمنوا له التوفيق ان شاء الله النادي المكناسي، تنتمنوا له يجيب نتيجه مشرفه من مدينه العرائش، وتنطلبوا له توفيق التوفيق ان شاء الله. كذلك نشكر كل التقنيين وكل الذين له غيره على فريق النادي المكناسي الذي حجز لتتبع هذه المقابله، لانها بالنسبه لهم إليهم تعتبر مقابلات في المستوى ويجب الاستعداد لها. شكرا لك مرة أخرى، في أمان الله. شكرا، بارك الله فيك الله يجزيك. والهدف الأول لصالح فريق فتح ويسلان في الجولة الثانية. إذن معنا الدراج سي عبد المجيد الذي سوف يعرف عن نفسه. 35 سنة تقريبا. نعم. إذن غادي يقدم لنا نفسه، وكذلك على التكريم اللي غادي تندار له، وعلى يعني الطواف اللي غادي ياخذ ابتداء من مدينة مكناس. مرحبا بك. السلام عليكم. دابا إن شاء الله تنوجد واحد السباق اللي هو تحت تحدي، اللي تقريبا الطول ديالو 2100 كيلومتر، اللي العبور ديالو انطلاقه من مكناس من باب منصور مرورا على خميسات، تيفلت، الرباط، المحمديه، الدار البيضاء، مراكش، الصويره، اكادير، ايتيزنيت، والرجوع غادي يرجع ان شاء الله على تارودانت، ورزازات، الرشيديه، ميدانت، ثم مكناس على إفران وداك مكناس. إن شاء الله غادي يكون عندي واحد السباق في تيزنيت تاع 4 كيلومتر، وغادي يديروا لي التكريم في تيزنيت. لأن مشاهدينا الكرام الآن يدخل الفريقين إلى أرضية الملعب للتباري، والمباراة تجرى في ملعب الخطاطيف لزرونديل هنا بالحضرة الإسماعيلية مكناس. فريق فتح ويسلان يستقبل فريق شباب المحمدية. إذن نتمنى لكل الفريقين لكلا الفريقين كل التميز، وأن يستمتعوا الجماهير بكرة في المستوى اللائق. إذن صورة تذكارية لحكم المقابلة.
التدريب في النهار. إذن صورة تذكارية الآن لحكام المقابلة وعميدي الفريقين. إذن صورة تذكارية لفريق فتح ويسلان. إذن الآن يعطي حكم المقابلة بداية الجولة الأولى. إذن الآن نعيش اللحظات الأولى من المقابلة، وكما هو معهود بالزي الأبيض المخطط بالزي الأسود يمثل فريق فتح ويسلان. الكرة الآن وسط الميدان لصالح فريق فتح ويسلان، يرجع الكرة للوراء لاستمالة لاعبي فريق شباب المحمدية. إذن للتذكير فقط، فإن متزعم هذه الدورة في خصوصا في خلال هذه الدورات الأخيرة هو الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي. إذن الآن كرة في يد حارس المرمى. إذن سوف يكون الدراج مفروض الآن الذي سوف نواصل أخذ انطباعاته، سوف يكون في استضافة جمعية إبداع للفنون التشكيلية بشراكة مع المجلس الجامعة لمدينة تيزنيت حول هذا السباق وحول هذه الدورة الأولى للسباق على الطريق، وهو لفئة معينة عمرية لأربعين سنة فما فوق، وتعتبر ربما هي أولى من نوعها في مشاركة هذا الدراج المغربي من مدينة مكناس، والذي سوف يمثل الحاضرة الإسماعيلية في هذه التظاهرة الرياضية بمدينة تيزنيت. إذن الكلمة لهذا الدراج، ونحن نستمتع بلقطات فنية لكلا الفريقين هنا بملعب الخطاطيف بمدينة مكناس. لا غنخليها دابا غير هز. لا دابا انت زيد على الزيد. والدراج المكناسي يقوم بهذه الجولة التي سوف تكون لعدة كيلومترات تتجاوز 2100 كيلومتر انطلاقا من مدينة مكناس نحو الدراجة الهوائية بطبيعة الحال نحو مدينة مكناس، نعم، من مدينة مكناس وصولا إلى مدينة تيزنيت، حيث سوف يعني يكرم هذا الدراج والمدرب كذلك الذي يعني استطاع على يده نجوم الدراجة الكناسية، وكذلك له تجربة، ويكون حاضرا في جميع الملتقيات التي تنظم سواء في الطواف المغرب يكون حاضرا كذلك، يستمتع بالمناظر الخلابة، وكذلك يرى يعني أين وصلت الدراجة المغربية. إذن يقوم هذا الدراج بهذا الطواف ربما الأول من نوعه في تاريخ هذا الدراج، وذلك بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي. ونسمع كذلك عدة تظاهرات تنظم بهذه المناسبة التي رجع المغرب إلى أسرته والذي كان من الأوائل والداعين إلى هذا الاتحاد الإفريقي. إذن سوف نترك له الكلمة حرة للتعبير عن هذا الطواف والاستعدادات وكذلك ترتيبات المتخذة. لك الكلمة أخي. شكرا الأستاذ أحمد على هذه الاستضافة ديالك ليا، تنشكر على الناس اللي هما عاونوني وداكشي، ودابا إن شاء الله غادي نديرها
كتجربه ان شاء الله. لحقاش تدارب عندي واحد التحدي اللي هو 750 كيلومتر في 30 ساعة، اللي باغين نهبط واحد الرقم قياسي تاع واحد المكسيكي ان شاء الله. دابا هذه عندي تدريب ان شاء الله، فاش غادي نمشي لتيزنيت غادي يديروا له التكريم وهذاك الشيء، وان شاء الله فاش غادي نجي من موراها في شهر 6 غادي يكون عندي هذا التحدي هذا. وهذا من ناحيه كل نهار عندي تقريبا 250 كيلومتر كل نهار، وكاين النهار اللي غادي نضرب 300 كيلومتر تقريبا في 8 ايام في 8 ايام في 8 ايام. نعم، إذن هذا يذكرنا كذلك بالطواف الذي أجراه مؤخرا الدراج محمد الربوحات من مدينة مكناس نحو الدخلة، وكان قد استغرق أزيد من شهر ولكن على دراجته العادية في تي تي، وكذلك شارك في مسابقة من مدينة مكناس نحو مدينة مولاي إدريس. وبالنسبة لهذا الدراج نواصل معه الاعتصامات حول نوعية الدراجة التي سوف، من ناحية الدراجة ديالي من ناحية كورس بيسكيت كورس ماشي في تي تي ولا بيسكيت عادية ولا شي حاجة، والبيسكيت ديالي كربون تقريبا تتجاوز الثمن ديالها تقريبا مليون فرانك، اللي باش غادي نمشي عليها ان شاء الله، غادي تعاوني حتى في الطرقان غادي تعاوني. ونتمنى كذلك للجهات المعنيه والمسؤوله بمدينه مكناس ان يعني تتفضل يعني بمنحك منحكم مثلا دراجه هوائيه تشجيعا على انكم تمثلوا مدينه تمثلون مدينه مكناس، وهذا واجب يجب الانتباه اليه. وهذا نعم، وهذا انا عندي كان عندي تدريب كنت دربت المينيم والكادي تاع الكوديم مكناس 2003، ومع ذلك ما عاودوش استمروا معايا، تما وقفوا المينيم والكادي ما عاودوش زادوا معايا. وتنطلبوا ان شاء الله بهاد الناس النادي المكناسي يزيدوا يعتنوا بهاد الناس اللي هما قدام ويتفكروهم ويشوفوهم اش خاصهم، ماشي ينساوهم كاع في خطره. حنا الحمد لله عندنا ما نعطيو، عندنا ما ندربوا الدراري الصغار وداك الشيء، باش ما يمشيوش هاد الدراري يمشيو شي بلايص اللي كميو فيها ولا يمشيو. شكرا. اكيد اكيد لا زالت معنا يعني مع الدراج يعني بعض الملاحظات وكذلك بعض التوضيحات والتي يمكن ان تكون مثلها التي ينبغي ان يطرحها من طرف المشاهد الكريم. اذا بالنسبه لكم يعني هاد الجوله اللي غديروا، واش قمتوا بواحد الحمله اعلاميه؟ واش درتوا مراسلات للجهات المسؤوله من اجل مثلا تقديم المساعده وعلى الاقل تكون حاضره في اثناء الانطلاقه ديالكم ان شاء الله؟ ان شاء الله غادي نبداو بهالترتيبات يعني صاحب للعامل ولا كذلك رئيس الجامعه بلدنا، الناس كلهم اللي تيهمهم الامر غادي نرسل لهم واحد الرساله، ولا كان همهم الامر غادي يعاونونا بشي حاجه. ما كاين مشكل، حنا الحمد لله حنايا الناس كاينين الناس اللي تيعاونونا، واخا ما تيبانوش تيعاونونا ماديا وكلشي. باقي ان شاء الله غادي نزيو نعطيو، ودابا الحمد لله عندنا واحد الوثائق ديالنا باش يمكننا نديرو التدريب ديالنا وداك الشيء في مكناس، تنشوف علاش هاد مكناس ما تيعتنيوش بها من الناس اللي هما قدام وداك الشيء، وتيمشيو عند الناس اللي هما برانيين من غير مكناس، هاد الشيء اللي بغيت نعرف انا علاش. وحنا عندنا وثائق ديالنا وعندنا شواهد ديالنا وعندنا سباقات اللي كنا ربحنا، وهاد الناس هادو الله يهديهم وصافي، وتنطلب من نطلب منهم الله يجازيهم بخير باش يعتنيوا بهاد الناس القدام. وكاين تقريبا شي 50 دري اللي كاينه هنايا تدير اللي بيسكيت في مكناس، وتا واحد ما ساني حتى شي الفرقه. نعم، اذا هذه رساله للمسؤولين، وهذه مسؤوليه نتحملها يعني تقديم كل هذه التوضيحات للمسؤولين، لانهم في يعني هما في القرار، وكذلك الان اصبحوا كذلك اكثر من المسؤوليات التي لهم بالمغرب، وانتم تعرفون الحمد لله عندنا زوائز ديالنا تقريبا شي 40 زائزه اللي عندنا، منهم ميداليات، عندنا الكيسان، عندنا شواهد، عندنا جميع هذا، ما خلينا حتى شي بلاصه في المغرب اللي ما شاركناش، ودرنا مراتب زوينه باش ينتظروا هاد الناس هادو ويشوفوا. إذن الآن يمكن القول على أن رسالتك قد وصلت، لأن المعنيين بالأمر نكاتبهم ونبعث لهم كل
صغيره وكبيره والتي تهمهم. نتمنى ان يتجاوب هذا المسؤولين مع شباب وكذلك شيب مدينه مكناس والذين لا زالت لديهم العطاءات وعلى ايديهم ظهرت العديد من الاسماء التي الان. هذه كانت محاوله وارتقاء لهذا الحارس وربما هناك خطا. ماذا يقول الحكم؟ إذن نتمنى أن يستمتع الجماهير القليلة التي حجت إلى هذه المدرجات بملعب الخطاطيف الذي أعطى الكثير من اللاعبين المتميزين بمدينة مكناس. سوف نواصل كذلك مع الدراج الذي سوف يمثل الحاضرة الإسماعيلية في تظاهرات بمدينة تيزنيت بعد لحظات ونواصل. إذن غير بالنسبة للترتيبات المتخذة في هذا السباق اللي غادي تمشي له وهذا الطواف، يعني لابد من ترتيبات مادية، تغذية، كذلك مبيت، يعني من يتكلف بهذه المصاريف؟ هذه المصاريف كاين اللي هما تيدعموني من غير والديا اللي تيدعموني. حصلت تقريبا علينا تقريبا الرحلة اللي غادي ندير تقريبا علينا 3000 درهم اللي غادا هي اللي غادا تكون إن شاء الله هذا. ان شاء الله هذا هو اللي تنشوف، زعما تنشوف والديك تيوكلوك ويصرفوا عليك وفي واحد البلاصه اللي هو تقريبا تاع 54 سنه وانت باقي والديك تيصرفوا عليك، راه ماشي شي حاجه هذه. وبالنسبه لدراجه واحده هي اللي غتكون معاك، يعني انا بوحدي هناك ترتيبات، واحد اللي غادي يتبعني غادي يمشي بوحدي وغادي هذا، وعندي الاضواء ديالي، عندي المسائل ديالي باش نلحق عاوتاني للمدينه تنريزيرفي لوطيل وهذاك الشيء، وعاوتاني لا غدلي تنقلع وحنا غادي هكا. علاش ما تشوفش مثلا دوك المراكز نتمناو تكون في المستوى ديال الشبيبة والرياضة ديال المراكز، واخا انه لا تستعيا في السيغما، يعني لا بدا كتدي واحد المراكز ما تيكونوش مأهلين بشي مسائل تاع الدوش وداك الشيء. اكيد اكيد، هذا ما وقع على الدراج ديال بوحات حين وصل مدينة أكادير، يعني المندوبة ديال الجريدة هي اللي استقبلته في المنزل لأنه الوضعية يعني غير مناسبة لهذا. من ناحية عندي تقريبا غادي نوصل نهار الخميس ان شاء الله، ان شاء الله في التيزنيت، عندي الجمعه والسبت والحد غادي هذوك الناس تاع تيزنيت هما اللي غادي يتكلفوا بيا، لا بالمبيت ولا بالماكله ولا بكل شيء، بالاكل ولا كل شيء. تنعاود عاوتاني ان شاء الله نجي نهار الاثنين غادي نقلع من تما ان شاء الله. ان شاء الله عندي 4 ايام عاوتاني ان شاء الله. ان شاء الله. اذن يعني المده اللي غادي تسرق فيها تقريبا شحال من يوم؟ تقريبا غير في الذهاب على الاقل. الذهاب تقريبا عندي 4 ايام، تعداو لحقاش عندي تقريبا 250 كيلومتر في النهار. 250 كيلومتر ما كاينش اللي غادي يديرها شي واحد. انا مزيان، انا تنتحدى اي واحد يقول لي هذا تجربه اللياقه البدنيه بطبيعه الحال. اخيرا في 2013 انا كنت درت واحد المحاوله تقريبا تاع 50 ساعه يومين وانا تنسوق بالبيسكليت. 50 ساعه يومين مزيان. 50 ساعه يعني بالنسبه للمدار، يعني بالنسبه للطريق، يعني عندك عارفه تقريبا المحاور ديالها. جاريين سباقات، جاريين كل شيء، ماشي زعما شي واحد اللي هو ما تيعرفش الطريق ولا شي يعني حاجة. اغلب الدراجين وكذلك العدائين اللي كيمشيو من مدينه لمدينه كيمشيو لعمالات، كيمشيو لجماعات. واش عندك فكره انه تحاول تتصل بهاد الناس هادو على الاقل باش يوفروا لك على الاقل شي دعم مثلا؟ حقاش هاد ان شاء الله هذه عندي تدريب، واني مقبله ان شاء الله في شهر 6 غادي يكون عندي بالتريزاسيون تاع الجامعه والتريزاسيون تاع الولايات كاملين تاع المدن اللي غادي ندوز لهم. بقيت غادي ندير مكناس اكادير 750 كيلومتر في ظرف 30 ساعه بدون توقف. نعم. اذن تاريخ بدايه الطواف ان شاء الله؟ تاريخ الان التساؤل ديالنا هو فوقاش غادي يكون الانطلاقه؟ هو الانطلاقه نهار 6 مارس ان شاء الله. ان شاء الله وغادي يكون يعني يومين قبل احتفال باليوم الوطني العالمي او الوطني للمراه بطبيعه الحال. نتمناو لك كل التالق ومسيره موفقه، ونتمناو نكونوا من بين الداعمين اعلاميا، وسوف ننشر لك هذا الطواف ان شاء الله ورقيا ورقميا. إذن كان معك مفد جريدة في رحاب الجامعة ومثير قناة أخبار الثقافة العالمية، ألقاك في رعاية الله. إذن كذلك نواصل تسجيل لقطات الرياضية من الملعب الخطاطيف، والنتيجة لا زالت على وقع البياض 0-0 بين الفريقين. هذه كرة ديال تماس لصالح فتح ويسلان، فتح ويسلان الذي ينتظر جماهيره يعني العودة والتألق، لأنه كان هو الفائز
بالبطولة الخريفية، لكنه الآن تراجع، وهذا هو محور تساؤلاتنا في الندوة الصحفية، هل سيقوى يعني اللاعبين الجدد على العطاء في ما تبقى من المقابلات، ولكن لحدود هذه الساعة هناك العكس. نتمنى هذه المقابلة أن تكون وهذا الملعب أن يكون طالع خير، خصوصا أنه هذا المقابلة يعني لم يكن هناك أي فوز ربما في هذا الملعب، وكانت هناك خسارات سواء خارج الميدان، وكانت بأهداف يعني أربعة، وصلت أربعة أهداف مقابل واحد في آخر ربما مقابلة جمعته بإحدى الفرق. والآن سوف نودع الأخ ونأخذ له صور تذكارية، إذن نعتذر عن هذه الانقطاعات وعدم تتبع هذه المقابلة، لأننا كذلك نعطي الأهمية لهذا الدراج الذي نجده في كل الطوافات التي تنظم بالمغرب، وهو حاضر بقوة ويمثل حاضرة الإسماعيلية مكناس، لها مكناس، لها نجوم، لها من طبيعة الحال، ويعني انه يعني ما ماشي بحال دوك الاعداء الاشخاص اللي كيمدوا يديهم، ولكن يعملوا بصمت، ونتمنى هذه قدفة لكنها ضعيفة جدا، ربما تعد يعني هذه اول محاولة للتهديف من طرف الفريق الزائر. إذن هذا اصطدام بين اللاعبين، نتمنى تكون الإصابة طفيفة. إذن هنا محاولة الحكم ينادي على طبيب الفريق، نتمنى أن تكون الإصابة طفيفة. وأين سيارة الإسعاف؟ سوف نلاحظ هل هناك سيارة الإسعاف؟ من طبيعة الحال يؤكدون الجماهير على أن سيارة الإسعاف موجودة في المكان المناسب، ونتمنى أن تكون الإصابة طفيفة وأن يستمتع الجماهير القليلة التي تؤتت هذه المدرجات أو هذه المدرجات الفارغة، ونتمنى أن تكون النتائج في المستوى المطلوب حتى تعود الجماهير لمؤازرة الفريق. إذن ألم على مستوى الرأس، ربما سيكون تغيير، ربما تغيير اضطراري. إذن هناك تفاؤل كبير بالنسبة لبعض الجماهير التي جاءت لتشجع فريق فتح ويسلان على أن المقابلة سوف تكون لصالح هذا الأخير، هذا ما سنتابعه وإياكم عند نهاية المقابلة وصفارة الحكم. إذن المقابلة لا بأس بها هنا، يعني ربما متوسطة إلى حدود هذه الدقائق، رغم أن الجو مناسب لخوض مثل هذه المقابلات، وليس هناك فرق كبير بين الفريقين. وبعد لحظات سوف نعطي يعني تقريبا الرتبة وكذلك النقاط المحصل عليها بالنسبة لكل فريق. إذن هذا التماس لصالح فريق فتح ويسلان، هنا أخذ ورد بين اللاعبين، الآن تعود الكرة لصالح فريق المحمدية. إذن والكرة خارج الملعب. إذن هناك العديد من الأسماء التي طبعت مسيرة فريق النادي المكناسي،
يتابعون المقابلة هنا على في المدرجات. ربما هنا كذلك يمكن الفهم على أنه يحاولون يعني قراءة الفريق الخصم والفريق الزائر، وذلك لأنه تقريبا الفريقين سوف يعني يكون لهما لقاءات مع فريق النادي المكنسي، والذي الفريق النادي المكنسي الذي سوف يرحل غدا لإجراء مقابلة خارج مدينة مكناس. يعني كثرة الأخطاء، ربما كثرة الأخطاء تعطي توتر اللاعبين، يعني حذاري منها، لا داعي لمثل هذه الحركات الرياضية. ويعني الدخول إلى المقابلة، الدخول في المقابلة وإعطاء يعني ما يمكن حتى يحقق كل الفريق الهدف، وليس بمثل هذه الخشونات. إذا ضربة خطأ المباشرة تنفذ من الجهة اليمنى. الثقة وحكم كيقول خطأ. حوالي 40 دقيقة من الجولة الأولى، دائما تعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. ضربة خطأ لصالح فريق فتح ويسلان. أنا قلت هذا خطأ لصالح لفائدة الفريق الزائر بعد إسقاط اللاعب. ضربة خطأ لكل تقنياته لم تكن قوية وبالشكل اللائق. وفي هذا الأثناء يعلن حكم المقابلة بانتهاء الجولة الأولى بالتعادل بين الفريقين. بعد لحظات ونعود لاستئناف الشوط الثاني في أمان الله. وفي
في هذه الأثناء يعلن حكم المقابلة عن نهاية الجولة الثانية بتفوق فريق فتح ويسلان على فريق شباب المحمدية بهدف دون رد. إذن حكام المقابلة من عصبة الجنوب، شكرا.